السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزاتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه موعد للحوار والنقاش مع مكونات الرياضه المغربيه وكره القدم، على الخصوص كالعاده ثلاث محاور وضيف واحد في ظل الاجراءات الاحترازيه. ثلاث محاور، في المحور الأول سنتوقف عند المغرب الفاسي فريق العاصمة العلمية على صفيح ساق بين أزمات متعددة أبرزها قرارات لجنة الاستئناف والملعب وكورونا. في المحطة الثانية سنتوقف عند أزمة الملاعب في ظل مدن موبوءة، ونختم بتدوينة مثيرة للجدل من مدينة تمارا. لمناقشة هذه المواضيع معي في بلاتو تيليماروك ضيف له صلة وارتباط ومعرفة قديمة بألماس، مسيرا في مجموعة من المكاتب ومنخرطا حين يغادر المكاتب المسيرة. مرحبا بك سي محمد بناني نائب رئيس مغرب فاسي. سي حسن على الاستضافة، وتحية لك وللمشاهدين الكرام، وتحية رياضية مستوية للجلسة الرياضية. طيب، البداية بالمغرب الفاسي على صفيح ساق تعددت الأزمات، من أزمة مضاعفات قرار الاستئناف إلى أزمة الملعب إلى أزمة كورونا. مقلق اليوم السي بناني على غير العادة. تقلقت بزاف ودي السي حسن لما كيوصلوك هاد الأخبار هادو. في الحقيقة الإنسان غادي يتأسف بكل صراحة، كنا مأسفين، كنا مقلقين على القرار ديال لجنة الاستئناف اللي كنحترموا القرار ديالها، لأن هذيك اللجنة مكونة من واحد القضاة كنحترموا القرارات ديالهم، إلا أنني يمكن ما عندوش جميع المعطيات. هادشي أنا اللي كنقدر نقول فيه. واخا نبداو بهذه القضية ديال قرار لجنة الاستئناف كمشكل مطروح. دابا تبين أنك إلا ما حظيتيش مع شي واحد وغفلك شي فريق ودخل لك شي لعاب وخا يفوز بالنصب والاحتيال انه ربحك حيت ما درتيش الريزيرف. في الحقيقه زعما ما بقيتش انا بعداش خصيا، لان قيام ديال الكره كتفرض عليك واحد 30 سنه في التسيير ديال كره القدم، ولا وكمتتبع عندي واحد 50 سنه وانا كنتبع، عمري ما سمعت هذه القرارات. نعطيك واحد المثال بسيط، حنا مثلا كنلعبوا في محافل دوليه، واكبر دليل هو الانتصار ديال 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 الوداد البيضاوي على مازيمبي، رغم ان انهزمت في الملعب ديال مازيمبي باصابه الي صفر، وكانت الوداد انتصرت عليها باصابه الي صفر في المغرب، دونك اللي هي اللي خصها تتاهل هي مازيمبي. ودارت الوداد ما من بعد ما سالت المقابله بالهزيمه ديالها، دارت اعتراض على واحد اللاعب اللي كان غير مؤهل باش كانوا علموهم الترجي. اييه كانوا علموهم الترجي، حنا ما ندخلوش في المهم حنا المهم داروا ريزيرف، هما داروا ريزيرف على واحد اللاعب من بعد ما سالت المقابله، والوداد ربحت هذه مقابله دوليه، دونك باش ما يكونش هنا الغش والتحايل وهذه، والوداد ربحت المقابله ديالها. فما بالك حنايا، حنا مثلا غدا لا قدر الله وقع لنا عاود شي مشكل بحال هذا، ويجي شي فريق مثلا كمازيمبي ولا الترجي ولا الاهلي ولا الزمالك ويطبقوا عندنا القانون ديالنا، يقول لنا كيفاش انتم في القانون الداخلي ديالكم كتقولوا لا سيدي هذاك اللاعب لا سيدي المقابله ما تخسرش، وانت تقول لي لا خويا رانا القانون الداخلي ديالكم. دابا حنا امام جوج قوانين، جوج قوانين، انا ما فهمتش كيفاش دار الريزيرف، ولكن دابا حتى الناس راه ما عرفوش الريزيرف كيدار. الريزيرف دارتو المغرب الفاسي قانوني بعد نهايه المباراه. لا سيدي دار ريزيرف في البدايه المقابله، لا لان الاختيار، شوف كان واحد الخرق قانوني كبير بعدك كدوس هذيك المواجهه ديال التحقق من الهويات ديال اللي كيكونوا حاضرين فيها الكونفرنسات، اللي كيكون حاضر فيها المدير الاداري وكيكون حاضر فيها هذاك العميد الفريق ديال الفريقين بجوج، كدوز داك الشيء كدوز تما، كل واحد كيعطي اللاعبين ديالو باللائحه بالاسماء بالرخص ديالهم بالارقام ديال سمو ديال التونيات ديالهم كل شيء كيعطيهم. دونك هذيك العمليه تمات فيهم واحد جوج لاعبين الافارقه، بعد ما تمات هذه العمليه وخرجوا اللاعبين للتسخينات وداك الشيء، المدير الاداري ديالنا مع العميد داروا تحفظ على ذوك اللاعبين. المدير الاداري السابق. السابق، احنا دائما المدير الاداري، احنا ما نقولوش السابق، المدير الاداري ديال المغرب الفاسي دار تعرض على ذوك الاعتراض على ذوك اللاعبين،
دونك هذاك اعتراض ملي مشى ملي تكملوا التسخينات وبقى واحد 10 دقائق واللاعبين يدخلوا المقابله. السي كريم الصبري السي الحكم ادى داك الورقه لعند وما حقوش يديرها بعدا الا بحضور العميد ديالنا. وحتى الا كان العميد مثلا ما كاينش في التسخينات ولا شي حاجه لان كيكون مفوض المدير الاداري باش هو ينوب عليه، لان في الحقيقه الورقه اللي هو خصو يوقع عليها وكل شيء هو العميد الفريق، وكيكون عاطي تفويض للمدير الاداري. ملي هذيك وقعوا التغييرات ديال جوج لاعبين في بلاصه هذوك الافارقه، ملي علموا هذوك الناس ديال الحسيمه اما جاهم اما شي حاجه عندهم حيدهم شرطوا عليهم. كتعرف القانون اي القوانين كلها العامه ولا اي وثيقه الا كان مشرط عليها ولا شي حاجه كتكون الا بالموافقه ديال الطرفين، بحال غنجليزي نوك شي ورقه وعليها عليها كاش من غير كاشي على الاقل غنكون موقع معك موقع انا فيها انا مثلا كعميد ديال الفريق المغربي الفاسي ولا اللي مفوض المدير الاداري غيكون موقع في ذاك التغيير اللي وقع. واخا ماذا حصل من بعد؟ لا دابا اللي خطير في هذا الشيء لما تشرط على ذوك جوج لاعبين جادوا جوج لاعبين اخرين، شكون اللي تحقق من الهويه ديالهم هذوك جوج لاعبين؟ المصلحه ما حضراش، هذا الخرق الكبير هذا اللي كاين، المصلحه ما حضراش. وديك اللائحه ديال التحكيم ملي كيحضروا الناس ملي كيحضر هذاك المدير الاداري ديالهم والعميد الفريق ديالهم والمدير ديالنا والعميد ديالنا وكيحضر المندوب المقابله وكتسد ديك الورقه صافي خلاص ما بقى فيها حتى شي تغيير. الا بقى شي تغيير وما كيتحملوا المسؤوليه، وماشي انا نوقع معاك وتجي من ظهري تعاود تحيد داك الشيء وانا بلا ما نسيق الاخبار. الحكم السي الصبري جا قال سميتو قال له لا ودي انا باقا المقابله 6 دقائق باش تنطلق المقابله، شد الكره في يده ودخل الملعب علم هذاك المدير حيت تلقى المدير الاداري ديالنا قال له السي العموله اللي كاين قال له انا ما نوقعش انا اعتراض ديالي درته ولا باس. وقال لي دابا الله يخليك ملي وصلنا لهادشي غندير اعتراض على 16 لعاب. دونك هو علمه قبل بدايه الموعد كنا الاعتراض انا قلت قبل قال له لا دابا انا ما بقاش عندي الوقت ولا بغينا نديروا هادشي راه يتطلب واحد الوقت كثير وحنا عندنا محدودين بالوقت خص المقابله تبدا مع الثلاثه. المهم دار الاعتراض السي العمول راه كيف الاعتراض الورقه ديال الاعتراض راه فيها جوج لاعبين افارقه اللي تشطب عليه اللي تشطب عليه وفيها اعتمال المناي وكاين شي عنصر اخر حتى هو هذاك. دابا حنا ما عرفناش واش داك اللاعب تزاد من دوك اللعابه الاخرين هذاك سفيان شي حاجه. المهم هذاك دات به شكايه لان هذاك اللي ما يمكنناش ندويو عليه هذاك دات به شكايه. هذاك يمكن هو اللي طبق عليه هذا الحكم مثلا كون لان دارت به غير شكايه حتى سالت المقابله. ولكن الا بغينا القوانين الدوليه الا حنا مغرب حنا راه مرتبطين بمنافسات قاريه مرتبطين بالفيفا مرتبطين الا بغينا حنا في البطوله العربيه كيجي البطوله العربيه حنا راه مرتبطين حنا خص يكون عندنا القوانين كيسيروا القوانين ديال الفرق ديال جميع المحافل الدوليه. الا حنا غنديروا قانون ديالنا بوحدو ونسدوا علينا راه ما يمكنش. واخا الان فين غتمشيو انتوما في ظل هذا؟ حنا كما قلت لك في الاول حنا القرار ديال لجنه الاستئناف كنحترموا وكنقدروا وهذوك الناس اللي كانوا ولكن اللي ما كانش اللي ما دارش هو لما استدعيتي لان هذاك الحكم حنا الوقت اللي مشينا الوقت اللي مشينا للجنه التاديبيه كان هذاك الملف ديالنا كامل مكمول الدفعات كلها كانت في محلها وكانت وقبلوا كل شيء وداز عطاونا ثلاثه النقاط ديالنا اللي كنستاهلوهم لان هادشي ما فيش. من بعد موقع الاستئناف على الاقل كانوا يتصلوا بالمغرب الفاسي لان المغرب الفاسي طرف لان المغرب الفاسي عندها الدفعات ديالها في الاستئناف راه ما تحكمش عليا وانا غيابي وتحكم عليا غيابيين. في الاستئناف من المستفيد؟ حتى واحد. لا دابا هذا هو الخطير في الامر، شكون اللي استفاد؟ استفاد حتى واحد ما استفاد. لا اللي ما استفادش هي كره القدم الوطنيه. علاش؟ لان دابا ملي غندخلوا في هذه المتاهات وغندخلوا في هذا الشيء راه غادي نبداو غدا نلقاو نسمعوا شي حوايج اخرين. هذا الشيء كيدار في الهوات كيدار شي مسائل اللي ما كاين. ما حنا راه حنا محترفين حنا دابا حنا المغرب الفاسي هذيك المقابله اللي انتصرنا فيها راه عطينا البريمات للعابه ديالنا لان محسوب بان انتصروا في ديك المقابله راه خداو البريمات ديال الانتصار. شكون اللي غيرزق شي عند اللعاب اليوم تقول له ذاك المقابله اللي راه حيدوا لنا النقط دوك كاين شي حاجه اخرى هاد الواقعه غتخلي الكتاب الاداريين انهم يبقاو يديروا ريزيرف على كل من اللعابه. لا الا بغيتي دير على كل ما يمكن انا نقول لك علاش حنا كان ممكن
ولكن راك تعرف الامكانيه ديال الماديه ديال الفروق ملي غادي ندير انا لا ولكن تكونفيرمي مش كتخلص لا الله يخليك لا ملي كدير ريزيرف على 16 لعام راه خصك تخلص على 16 لعام لا ما كتخلص حتى تمشي تكونفيرمي واذا وانا بعد انا عندي واحد انا ندير على كل شيء ونقدر ما نكونفيرميش نقول لهم صافي ما نكونفيرميش لا ما يمكنش دابا انا درت ريزيرف على 16 لعام خصني نمشي دابا حيت داكشي كيتكتب ماشي غير في الفم لا كيتكتب ما يمكنش درت ريزيرف وقولي لا الله يخليك حيد لي تسعود وخليها نقول لك السي بناني على مستوى العصبه فرق العصبه كدير ريزيرف وكدوز نهار ثلاث كيعيطوا لك واش باغي تكونفيرمي هذاك الريزيرف باش يخلص ما غاتكونفيرميش ما تجيش دونك انت ما كونفيرميتيش لا حيدتي شي راه تحيد كلشي تحيد كلشي ما يمكنش دونك حنا سمع دابا اللي وقع هو هذا حنا دابا هذاك الاعتراض راه كاين والورقه ديال التحكيم راه فيها جوج ديال الافارقه وفيها احتمال البني واخا دابا فين غتمشيو دابا حنا غادي نمشيو راه عارفين غنمشيو هادشي راه باين راه كاين الحمد لله لا حيت الناس شي وحدين كيتكلموا غادي يمشيو للطاس غيمشيو لهادي حنا الحمد لله حنا كمواطنين المغاربه والمغرب الرياضي الفاسي معروف عليه الوطنيه ديالو كما جميع الفروق راه حنا ما غنمشيوش محافل دوليه الحمد لله عندنا واحد المحكمه سميتو المغرب المغرب الرياضي الفاسي الحمد لله حنا عندنا واحد المحكمه التحكيم الرياضيه اللي منبثقه على اللجنه الاولمبيه الحمد لله حتى هي خصها تشتغل هي ان شاء الله حنا حيت كنظن الله عند الملف واحد ونزيدوا هذا الملف الثاني هذا ان شاء الله وتشتغل وديك الساعات خص تكون الدفعات كلهم هذا الحكم سي كريم الصبري الا كان هو اللي خرق القانون حنا ما كيهمناش حنا كالمغرب الرياضي الفاسي اخذوا ثلاثه النقاط ديالنا لان اعتراض ديالنا درناه في الوقت ديالو ودرناه بالمسائل القانونيه ديالو الا كنا حنا مثلا كندير اعتراض ويدخل لي حكم من هنا ويجي لعاب من هنا ويجي تليفون من هنا دونك ما نلعبوش كره انا ملي نبغي ندير اعتراض تقول لي ما بقاش عندي الوقت انا بغيت ندير اعتراض عندك كتقول لي 6 دقائق وديك 6 دقائق علاش مشيتي شطبتي لي على جوج لعابه دونك حيت ملي كدار الموجه والتحقيق من الهويه وكل شيء والاكثر من هذا هو ان هذاك المدير الاداري ديالنا ولا العميد داروا اعتراض بحضور المدير الاداري ديالهم والعميد ديالهم راه دار اعتراض وما حاضرين وبقى شحال بقى ديك الساعه بقات واحد 15 دقيقه ولا سمو باش دار مقابله ودار داك الاعتراض دونك صافي الاعتراض داروا وما حاضر ولا احدثي ما بقاش فيها التغيير واخا حنا مازال غادي نكملوا النقاش في هذا الموضوع في علاقته بالمغرب الفاسي ولكن في المحطه الثانيه سنتوقف عند أزمة أخرى أزمة تلوح في الأفق تتعلق بالملاعب وكورونا دابا القضية سيبناني أصعب من قضية اعتراض الآن المغرب الفاسي على غير مجموعة من الأندية هناك حالات إصابة بكورونا وحقيقة هذا موضوع آخر عاوتاني دابا ما نكذبش عليك ما واش اصحاب اختصاص واش الناس اللي مسؤولين على الرياضه ولا اللي مسؤولين على الطب ولا اللي مسؤولين ما عرفت لان لما كتسمع اليوم انا والله العظيم ماثر كندوي معكم اكثر ملي كتسمع المدرب ديالنا السي جعواني والسي الزهراوي المعيد البدني كتسمع طرينا كتسمع سيريديك اللاعب الكاميروني الشرقي البحري كتسمع السي علي السراج كتسمع اللاعب مرموق كتسمع والناس كانوا اثناء التدريب كيجيهم خبر بانهم راهم هذوك عندهم نتائج ايجابيه ديال كورونا دونك راه دابا ما كيبقاوش هذوك ربعه ديال الناس اللي عيطوا لهم هو اللي كان اللي بقى عنده هو السي جعواني والزهراوي وطرينا وسيديريك هادو ربعه والمخالطين ديالهم هلا جعواني وهادو راه عندهم مخالطين في عائله نقول لك دابا راه مخالطين الفريق كله كله راه الفريق كله دابا لا 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 بهذاك الساج ماتيريال لا بالسمو هذاك المساعدين ديالو اللاعبين كلهم احتياطيين والحافله والسائق الحافله وكل شيء كل شيء والاداره وكل شيء دابا هذا الشيء خصكم تطالبوا بتاجيل المباراه الاولى دابا حنا ما غادي نقول واحد القضيه دابا انا ما باقي ما فهمنا حتى شي حاجه والو دابا حنا اليوم مبرمج علينا مقابله في الملعب الحسن الثاني ملعب الحسن الثاني مسدود والجميع راه سيق الخبر بان ولا لجنه البرمجه راه قبل منا عارفين الحسن الثاني مسدود راه هما اللي سدوه ماشي حنا وكيفاش كتبرمج لي مقابله والملعب مسدود دابا حتى المغرب فاسي لحد الساعه فين غتلعب دابا
ولكن دابا انا كنظن ما بقاش اللعب دابا بهذا الوباء اللي كاين. التصريح ديال رئيس فريق سي الجامعي قال بان الملعب الكبير جاهز. دابا حنا مره كيقولنا الملعب الكبير جاهز يمكن لكم تلعبوا فيه غير ما كاينش كراسي وداكشي حيت الجمهور ما كاينش. حنا ما عندنا ما يديروا بكراسي دابا الجمهور ما كاينش. مره باقي ما باقي ما باقي ما عطا ما كونفيرماوش لينا باش نلعبوا فيه. باقي ما كاين والو. كنتسناو غدا الخميس ولكن دابا بهاد الجائحه اللي واقع دابا ما بقى لا خميس لا جمعه لا سبت. دابا كاين يمكن لك تلعب فسر لي دابا نساو دابا هذا المشكل دابا ديال الملعب ولا من غير الملعب ولا اسمو دابا غادي نتفاداوه كاع نساوه دابا. واخا سيدي انا عندي 5 ولا 6 اللاعبين مقيوسين غادي نلعب مع الناس مساكن دوك الجمعيه السنويه ما عندهم حتى شي حاجه اللاعبين ديالهم اصحاء كلشي في امان الله وحفظي يجيو يلعبوا معايا نقيسهم انايا بكورونا. تا هما يطلبوا ثاني الماتش الاخر ما يلعبوش وقيصوا وحدين اخرين. هادشي غيوقع دابا دابا طنجه انا كنخمم طنجه واحد المدينه ولا اسفي مدينه موبوءه على حسب التصريحات ديال وزاره الصحه. داخل العزل. لا داخل العزل طنجه ياك شكون هذا الفريق اللي غيقدم يمشي يلعب مع طنجه في طنجه شكون هو؟ كيفاش غيدخل فينا الترخيص؟ هذا ذاك اللاعب حتى من سيرخص له بدخول هذه المدينه؟ دابا حتى الصحفيين حتى الناس المراسلين حتى واخا سيبنا لي غادي نكملوا النقاش لكن بعد متابعه هذا التقرير. كلما تحولت مدينة مغربية إلى بؤرة وبائية إلا وزادت مخاوف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من مضاعفات إغلاق المدن وتعليق خدمات النقل العمومي سواء الطرقي أو السككي من وإلى هذه المدن مع ما يترتب عنها من مضاعفات. الوصول إلى ملعب طنجة الكبير يمر عبر نقاط تفتيش عديدة خاصة بعد أن أكدت وزارة الداخلية على ضرورة تشديد المراقبة مع حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وفي مدينة أسفي استعصى على كثير من اللاعبين التوجه إلى الملعب خاصة من خارج المدينة التي صنفت في خانة المدن المعزولة التي يشترط التنقل إليها استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي من السلطة المحلية. أما فريق المغرب الفاسي الذي أضحى الوضع الصحي للاعبيه مقلقا فإن متاعب مسيريه ازدادت بعد أن تحالفت كورونا والبرمجة على النادي حيث يعيش الفريق أزمة البحث عن ملعب في ظل عدم جاهزية ملعبي فاس الكبير وملعب الحسن الثاني الذي خصصت له الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتمادات هامة لإعادة ترميمه. سي بناني الحل في نظرك واش غتطلبوا التأجيل ديال المباراة شنو؟ لاش غنطلبوا التأجيل؟ المقابلة أجلت من عند الله إلا بغاو يجيو يلعبوا معنا وحنا مرضين بكورونا مرحبا بهم. كي غادي طلب دابا فسر لي دابا التأجيل راه خصو يدار ماشي من عندنا حنا من عند وزارة الداخلية من عند وزارة الصحة ومن عند الجامعة. هذا التأجيل خصو يكون هذا ما هذه ما خصهاش تناقش كاع. لأن السي جعواني واللاعبين ديالو والطاقم اللي معاه اتصلوا بهم أثناء التدريب راه كان هو في داخل الملعب اليوم في الصباح كيقوم بالتدريب مع اللاعبين. عيطوا له الناس المسؤولين على هذه الأوبئة وداك الشيء بأن السي راك بأنك راك عندك نتيجه ديالك ايجابيه وانت وفلان وفلان وفلان. غادي يقدر يتحرم ايضا من التكوين اللي كيخضع ليه غادي يتحرم من بزاف ديال ايوا شوف هذه ظروف قاهره عالم شوف خصو 15 يوم باش يرجع عندك مدرب بعدا هو خصو 15 يوم ديال الستاف خصو 15 يوم اخرى تعزل عاده باش يدير فحوصات عاد باش دابا عاوتاني حنا ما بغيناهاش للجامعه وما بغيناش للمجموعه سميتو العصبه دابا عاوتاني هذا مشكل كبير وعاوص عاود زاد ليهم كيفاش غيلقاو ليه الحل العلم لله داك الشيء غادي يكون عند الناس اللي مسؤولين يعرف هذا الشيء راه زاد مشكل كبير هذا الشيء هذا راه ماشي سهل بالنسبه لا للجامعه ولا العصبه ولا لوزاره الصحه ولا وزاره الرياضه ولا وزاره الداخل هذا الشيء راه ماشي مشكل سهل راه هذا مشكل خصو دراسات كبيره زعما كيفاش غيلقاو ليه الحل. انا في نظري اللي كان هذا الشيء غيكثر هذه الاوبئه غتكثر وهذا الشيء خويا اللهم كاع ما نلعبوش هاد الكره كاع في مره احسن ما نضيعوا في الناس لان ما لان هذه سلامه الانسان سلامه ديال الانسان حنا انا بالنسبه لي اكثر من هاد المقابله ديال كره القدم
سمعت بان فريق المغرب الفاسي غيدير شي ندوه، كنظن هذا مبرر باش تلقى دابا حقيقه كانت عندنا واحد ندوه، كنا غادي نديروا واحد ندوه وعلمنا، ودابا احنا عاوتاني فاش كنطيحوا في مشاكل اخرى. كانت عندنا واحد ندوه وبطلب من الرئيس ومن المكتب وهذه باش نبينوا شي مسائل الناس ما عارفينهاش بزاف د الحوايج. الناس تاع على هذا الرئيس وعلى المكتب شنو كيدير وشنو دار وفين وصل وشنو هو المبالغ اللي تادت، المبالغ ديك الماليه كثيره، لان تخبرت بان المغرب الفاسي راه ما استفدت حتى من درهم واحد السنه من الجامعه ولا من سمو الجميع بما فيهم سميتو القيمه الماليه ديال اشرف بن الشرقي. كل شيء مشى غير في ليتيز، كل شيء مشى، درهم واحد ما دخلتوش النادي، ورغم هذاك السي سيد رئيس مشكور وقايم بالواجب كما ما وفريق المغرب الفاسي، أول سنة الحمد لله متتبعين والناس كيسمعوا، أول سنة من السنين هذه ما شكى ما بكى، ما طلب مجموعة، ما طلب ولاية، ما طلب بلدية، ما طلب اللاعبين، كل شيء كياخذوا الأجور ديالهم في وقتها، كياخذوا المنح ديالهم ديال الانتصار والتعادل في وقتهم. كل شيء ورماء وغير هذه الجائحة ديال كورونا تعرف أربع شهور كيفاش دازت، ولا لاعب واحد شكا ولا لاعب كان مخصوص ولا طاقم تقني ولا كل شيء، الأمور كانت كتمشي لهم كما أن حتى شي حاجة موقعة. هذا الشيء كامل المغرب الفاسي قاصت مع التحكيم، قاسينا السنة كلها وحنا كنقاسوا مع التحكيم. واخا سي بناني وصلنا الآن المحطة الثالثة والأخيرة في جليسة رياضية. في المحطة الأخيرة وكالعادة تدوينة مثيرة للجدل، هذه المرة تدوينة من تمارة وتحديدا من وداد تمارة. كاين واحد التدوينه في لي باج ديال وداد تمارة، رئيس الفريق كيوزع على اللاعبين في هذا ظل هذه الجائحه كيوزع عليهم الخرفان اكباش العيد. وانا ما بالنسبه لي حاجه عاديه زعما، الا كان كيوزع على اللاعبين بغى يساعدهم، راه الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله. حتى هما كيقول لك هذه مبادره، هما كاتبين هذه مبادره طيبه من رئيس الفريق رضوان بوتجنويت لتوزيع أضحية العيد على اللاعبين، خلصهم وأعطاهم الأضحية ديال بس الرؤساء كلهم يكونوا في حالة الشكل، لأن أغلبية ديال اللاعبين دابا في هذا العيد كيبقاو. دابا راه شوف دابا الناس ما يكونوش غالطين، راه تعرف راه واحد العدد، راه تشوف أضحية العيد اليوم هذه السنة راه ما يشتروهم حد، باش نكونوا واحد العدد الناس محتاجين للأضحية العيد، واحد العدد الناس راه كتشوفوا بلا شفتيه في الشكل ديالو تقول لي راه بخير، ولكن راه مسكين راه لا حول ولا قوة إلا بالله. راه شي فحال هذا الشيء أنا تدوينة ولا هذا الشيء، أنا أسيدي غير دير الخير ودير 10,000 تدوينة أنا بالنسبة لي صافي. إلا دار هذا الرئيس ديالو أنا كنحيي من هذا المنبر ديالكم، أنا كنتمنى الرؤساء كاملين يديروهم ويشوفوا، لأن حتى اللاعبين راه مساكن، راه كاين واحد اللاعبين اللي ما ديزا فيهم السعاية كما كيقولوا دابا ولا الطلبة، راه زعما مسألة عادية أنا بالنسبة لي، ماشي عادية، أنا كنحييه عبر المنبر ديالكم. واخا بالنسبة لهاد اللاعبين اللي في هاد الجائحة وما كانوش كيتخلصوا وغادي يبدا الموسم وباقي ما كيتخلصوش، مجموعة من الفرق. دابا حنا دابا خصنا نقول واحد الحاجة، حنا اليوم كنناديو بالشركات ياك، وكناديو بيجيو رؤساء اقوياء، شنو اقوياء؟ لان اللي يدير الشركه خصو يجي واحد رجل اعمال، يجي مستثمر، يجي شي حاجه باش ديك كيما لان ملي كتقول الاحتراف خصو يكون الاحتراف على حق وطريق. واخا سيدي انا ديما نجي للمغرب الفاسي، حنا اليوم جا واحد الرئيس ياك، هذاك الرئيس ماشي كيستثمر دابا، بالعكس باقي ما كيستثمر ما والو، نهار تكون الشركه ان شاء الله حكوا يستثمر، لا هو ولا اي واحد جا بغى يستثمر راه غتكون الفرقه عندها اسهم ديالها، اللي بغى يجي مرحبا به. دابا حنا في بلاصه ما نساعدوا هاد الرؤساء، نساعدوا ماشي نساعدوا نعطيو شي حاجه اللي ما ديالوش، غير ما نديروش العصا في الرويضه. هاد السيد غادي بهاد الفريق مزيان، هاد اللعابه ما كيتشكاو لكم. انا قول لي هاد السنه هاد السنه واش كاين شي لاعب حط شي شكايه بالمغرب الرياضي الفاسي في الجامعه ولا في شي حاجه، ولا اش كيسال رزقه ولا ما كيساش ولا شحال، ما كايناش، لان الحمد لله الامور غادا مزيان. وحنا خصنا نشجعوا في حال الرؤساء هادو، لان الفروق دابا راه كنعرفوا كيفاش الفروق كتمشى، من لا سيما فروق ديال الهوات وديال، لان باقي ما خلقناش حنا، خصنا دابا غادي الاحتراف وخصنا نساعدوا الاحتراف. وبغيتي نقول لك الواقع اللي اكثر من هذا الشيء، خصنا نرجعوا لهذاك دفتر التحملات. اسيدي انت في كاتريم ديفيزيون ياك، وعندك دفتر التحملات ديالك كامل مكتمل، طلعك بروميير ديفيزيون ولي بروميير ديفيزيون وهبطوا كاتريم ديفيزيون. لي بروميير ديفيزيون ما عندوش، نهبطوا كاتريم ديفيزيون، هبط
خص دابا اليوم الا بغينا نقولوا كيما هكا وخصنا ندخلوا من هذا الباب الا بغينا نمشيو الاحتراف. وانا كنجيب فريق ما عنده حتى اربعه ديال ما غادي نهضر شي هضره اللي ما عندنا ما نديروا بها ما كاين علاش. خصنا واش انا نجي اليوم رئيس ديال الفريق وكنبقى نطير ونزل ونبقى نشكي نمشي ندق على العامل نفيقوا من الناس والوالين نفيقوا من لاسيست ونفيق رئيس الجماعه ونفيق هادي ونبقى وانا ديال السينيه كندور بها كان ساعه وانا كنقول رئيس ديال الفريق ما بقاتش على. شكرا 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 جزيلا سي بناني. كنحس بك بانك يعني مشحون ومقلق على الوضع. انت كيزيدش حل انا بحقيقه ما كنتش ناوي ما كنتش ناوي نكون بهذا. وانا كنتمنى ان شاء الله في كريمه الاخيره بان ان شاء الله احنا غادي نمشيو احنا باش ما يحسبوش اننا شي حاجه اللي ما قلناهاش الطاس ولا ماشي الطاس ولا داك الشيء. انا كنعرف الطاس كنعرف الطاس هي الاتحاد البيضاوي وكنعرف الماس هي المغرب الرياضي الفاسي. هادشي حنا غنمشيو للهيئه المحكمه التحكيم الوطنيه الرياضيه هي اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي. شكرا الرساله وصلت. كنتمناو هاد الغيمه تزول من سماء المغرب الرياضي الفاسي وجميع الفرق. وبدا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسه رياضيه. نتلاقاو معكم في لقاء اخر مع ضيف اخر ومواضيع اخرى. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى. الى اللقاء.